مرحبا بكم في فيديو جديد. يعني غيكون تطبيق الفيديو اللي قبل، يعني كما الطريقه اللي قلت لكم تبعتها، وان شاء الله عطات الاكل ديالها، يعني زوج نداوي، وحده بيضات، وحده يلا كملت العش، والثالثه يلا تتوجد. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هذا الفيديو راه ما تنهضر فيه ما والو، هو ان النقطه الاولى الطير تيغني على الندوه، النقطه الثانيه صورتهم تاكلوا انني عطيتهم البروكلي وعطيتهم هو التحشيش وجمعوا كل شيء. بلا ما نحرق عليكم المراحل، يلا نخليكم تفرجوا على راحتكم، ومرحبا بكم، وما تنساوش الدعم ديالنا. الدعم ديالكم راه الدعم ديالكم لينا هو اللي تخلينا نبقاو نشروا المزيد ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن ديالكم والثقه ديالكم فينا. وراه ان شاء الله راه كاين بنحط شي ستوريات على الانستغرام، وغادي نخلي لكم الانستغرام ديالي والفيسبوك، الباج الفيسبوك، ونتمنى انكم تدخلوا عندي الانستغرام وتدخلوا عندي الفيسبوك. وراه تنحط ديما ستوريات على الطيور، وراه تنحط عليهم يعني اي حاجه جبتها جديده راه تنلوحها في سميتو، تنلوحها في ستوري في الانستغرام وباج فيسبوك. يعني كاين الصفحه الرسميه ديالي، وكاين الباج فيسبوك، وكاين الانستغرام، هذا اللي كاين الاخوان. وغادي نخليهم لكم بثلاثه، يعني اي واحد بغى يسولني على شي حاجه مرحبا به، وراه غادي نجاوبوه في الحين، يعني فوق ما كنا مساليين غادي نجاوبوه في الحين. Thank you.